التغيير طبيعة البشر وطبيعة فنونه، كل فترة زمنية فن بيختفي وفن بديل بيظهر. اختفى فن الأفية وظهرت النكتة، اختفت النكتة ظهر القلش، اختفت السيرة الشعبية ظهرت الأغنية الشعبية، اختفى المونولوج وظهرت الأغنية الخفيفة، اختفى خيال الظل وظهرت الرسوم المتحركة. وفي خلال 5000 سنة الفن الوحيد اللي حافظ على كيانه حتى لو قل وجوده فن الأراجوز. كانت البداية عرايس أوزوريس أو الأراجوز المصري عند القدماء، والهدف منه كان تعليم الأطفال الدين والحياة من خلال الحكايات والحركات المضحكة. وده مش غريب على شعب قال عنه هيرودوت شعب يحب ويقدس الحياة، فكان الأراجوز نوع من أنواع حب الحياة. ولأن الفنون أفكار ليها أجنحة بتسافر من بلد لبلد وفي كل بلد بتتطور وتاخد شكل خاص، وصل الأراجوز لتركيا وهناك اتعرف باسم قرة جوز بمعنى أبو عيون سودة، ووصل لفرنسا وقالوا عليه هناك بوليشينيل، وفي إيطاليا سموه بوليتشينيلو. والأراجوز الانجليزي كان الاسهل في النطق بانش، ومع الوقت اتطورت عرايس اوزوريس او الاراجوز المصري. وبعد ما كان بيظهر من ورا الستاره لوحده يحكي حكايه خفيفه او موعظه دينيه، بقى بيظهر ومعاه معزه زماره، والحكايات خدت الطابع السياسي. التطور زاد ووصل لقمته في عصر حاكم القاهره قراقوش. الصدام ما بين تزمت قراقوش وتحرر الشعب المصري اثر في اداء طائفه الاراجوزجيه، والاول مره بيقوم الاراجوز بدور الناقد الاجتماعي والسياسي، ناقد ساخر بمفردات صادمه متحرره من كل القيود، بتمثل الرأي العام، بتمثل الشعب يعني. المدهش ان قراقوش نفسه كان بيعشق فن الأراجوز، فمنح الأراجوزجية حرية الإبداع والنقد، وتحول الأراجوز من معلم ومضحك ومهرج إلى فيلسوف وحكيم بيستخدم الكوميديا السوداء في النقد. ومع التطور ظهر الأراجوز في مسرحيات شكسبير وموليير وسوفوكليس وإستوفان، وفي شمال أفريقيا كان سلاح سري للتوعية في إيد المقاومة الشعبية، فاجتمع البرلمان الفرنسي وأصدر قانون بمنع الأراجوز في شمال أفريقيا وتجريم كل من يمارس أو يشاهد فن الأراجوز. والعقوبة كانت بتبدأ من 3 سنوات. بعد ثورة 19 أسس الفنان علي شكري فرقة الجن الأزرق ومسرح الأدب الرفيع، وأضاف للنشاط المدرسي في وزارة المعارف المصرية الأراجوز، وعينته الوزارة مدير إدارة قلم الأراجوز، وفضل الأراجوز فن مصري أصيل. وكان للفنان الكبير محمود شكوكو فضل في إعادة إحيائه في فترة من الفترات لما كان بيعمل معاه مونولوجات اشتهر بها في حفلاته المختلفة. وفضل فناني الأراجوز معروفين في القرى والنجوع والموالد اللي بيظهروا فيها، وبيكونوا الماركة المسجلة للفرحة عند الناس. وعلى الرغم من ان الفن التراثي العظيم ده تراجع حبه، وعلى الرغم من ان كتير من فنانينه اتوفوا او اعتزلوا، بيجي حد زي الدكتور نبيل بهجت رئيس قسم المسرح في اداب حلوان عشان يجمع تراث الاراجوز، يدرب لعيبه جداد ويقدم ملف كامل لليونسكو عشان يتبنوا الفن ده في ملف اسمه ملف الصون العاجل، وهو الملف اللي بيهتم بحفظ الفنون من الاندثار، ويكون ده اعتراف بمصريه الاراجوز وبدايه لاعتراف عالمي بان اللي عمل الاراجوز الحكيم الساخر الضاحك المضحك الفيلسوف هم في الاصل المصريين.